ينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف السيد محمد الحوراني القيادي في حركة فتح من رام الله. سيد محمد مساء الخير. يا مساء النور. يعني نتحدث عن المرحلة الثالثة التي تحدثت عنها إسرائيل في ظل الخسائر التي تتكبدها إسرائيل خلال توغلها البري في قطاع غزة، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن أن أكد أن إسرائيل تتجه إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة. هل بالفعل بدأت هذه المرحلة؟ يعني أي مكان المرحلة التي تعلن إسرائيل أنها تدخلها الثانية أو الثالثة، الواضح من عدد الشهداء وتحديدا من النساء والأطفال أنه عدوان مستمر. كان الأولى في الإدارة الأمريكية بالمناسبة أن تعمل على وقف هذا العدوان، لأنه حتى الاقتراحات الإسرائيلية إن كان فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من هذه الحرب أو من سؤال من يحكم غزة بعد هذه الحرب، كلها تأتي في سياق رؤية أمنية إسرائيلية لم تتعلم بعد أن هناك طرقا أكثر لحل المواضيع مع الشعب الفلسطيني. في الواقع ليس فقط طرح إسرائيل، إنما طرح بعض الجهات الأخرى منها الأوروبية والتي تراجعت عنها حكاية من يحكم قطاع غزة لوحده بمعزل عن الضفة الغربية. بينما الإدارة الأمريكية بالأمس وصلت إلى قناعة أنه يجب أن يكون هناك بعد الحرب صيغة حكم تتعلق بكل أراضي المحتلة عام 67، أي القدس والضفة وقطاع غزة. لكن هذا إسرائيل ترفض عمليا لأنها تريد للانقسام أن يستمر، لأن الانقسام يعني الاستفراد بقطاع غزة بعيد عن أي أفق أو موضوع أو مجال أو مسار سياسي ينظر في حق الفلسطينيين في حق تقرير المصير. هذا هو الأمر أنا برأيي الذي يجب التركيز عليه، بعد التركيز طبعا على وقف على موضوع وقف العدوان، لأنه حتى الآن أيضا الموقف الأمريكي وإن تحدث عن حكم غزة والضفة والقدس معا، إلا أنه ما زال يعطي ضوء أخضر لي حكومة الاحتلال للاستمرار في عدوانها لو في طور جديد الذي يسمى طبعا المرحلة الثالثة، ولكن هو يبقى عدوان خطير على الشعب الفلسطيني. نعم، تصريحات الاحتلال تقول ان المرحلة الثالثة هتشمل شن غارات جوية دقيقة وايضا القيام بعمليات خاطفة في القطاع، يعني برأيك ماذا يعني ذلك؟ استمرار نفس الحرب بنفس الألم ولكن تحت مسمى آخر. نعم. يعني يجب ألا تسوقتنا التسميات كثيرا، إن كان المعركة في طورها الأول أو الثاني أو الثالث. لاحظي سيدتي عدد الشهداء والجرحى، البيوت التي تهدم يوميا وما زالت. وجوهر الموضوع أصلا هو ليس فقط ملاحقة حماس، إنما ملاحقة واستنزاف الشعب الفلسطيني في محاولة لتهجيره. وهنا طبعا احنا ننوه بموقف الشقيقة مصر بكل موضوعية، عندما اخذت موقفا صلبا قويا وواضحا ضد موضوع التهجير لاعتبارات اولا تتعلق طبعا بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، نعم، وثانيا بالامن القومي المصري، نعم. لكن اسرائيل موضوعيا ما زالت ذاهبة في مثل هذه الخيارات الخطيرة. سيد محمد، يعني بالفعل وزير الخارجية سامح شكري اليوم خلال لقائه نظيرته الألمانية أكد على الرفض التام للضغط على الشعب الفلسطيني لإجباره على التهجير القسري خارج فلسطين. هل ما زالت إسرائيل بعد الرفض المصري والرفض الدولي يعني تصر على مخطط التهجير من وجهة نظرك؟ أعتقد عمليا وإن لم تكن تعلن هذا هي عمليا يعني تمارس على الأرض، هي تمارس كل هذا القتل والعدوان لتدفع الشعب الفلسطيني في لحظة معينة للاندفاع باتجاه خارج قطاع غزة. لكن الخطر قل عن عما كان قبل شهرين في بداية المعركة أو شهر. الآن صمود الناس اللي الله يعينهم طبعا واستمرار موقف مصر الواضح في هذا الشأن هو أمر في منتهى الأهمية. إلى حين ذلك الذي يجب عمله هو بالفعل
العمل ليس على هدنة فقط، إنما على وقف هذا العدوان، وهذا الأمر بيد الإدارة الأمريكية التي يجب أن تطفئ الضوء الأخضر وتعمل على وقف هذا العدوان. لاحظي أيضا أن الإدارة الأمريكية بدأت تعاني من استمرار هذا العدوان أمام الرأي العام الأمريكي، حيث أن بايدن الذاهب للانتخابات بعد قليل بدأ يعاني بالفعل من خسران كثير من الولايات التي يتواجد فيها العرب والفلسطينيين والمسلمون، والذين أبلغوه بكل وضوح أنه لن يكون خيارهم في أي انتخابات قادمة. إذن المطلوب بالفعل وقف هذا العدوان، والذي يستطيع أن يلعب دور أساسي في هذا الأمر هي الإدارة الأمريكية. سيد محمد، يعني جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الخامسة للشرق الأوسط، ما الذي ممكن أن تأتي به هذه الزيارة خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي؟ يعني أولا هذه الزيارة أعتقد الثالثة أو الرابعة منذ بداية الحرب، وبلينكين أبلغ الإسرائيليين حتى في زيارته الثانية عن ضرورة تجنب قتل المدنيين أو إلى آخره، أو عدم التصعيد في جبهة الشمال وكذلك في الضفة الغربية، ولكن إسرائيل لم تنتبه. علينا أن نلاحظ أن نتنياهو الذي يشغل مصيره الشخصي ويريد أن يرضي أقصى اليمين الفاشي في إسرائيل، يريد أن يستمر في هذه المعركة حتى لو كان في جزء منها ضد رغبة الأمريكيين، أي توسيعها في جبهة الشمال أو في الضفة الغربية، حيث أنشأت ميليشيا من عشرات آلاف المستوطنين بجانب الجيش يعتدون على الناس على المزارعين. نحن في مشهد بالفعل استثنائي. الآن جاء بلينكين الآن من جانب صرح أن الحل يجب أن يكون فيما بعد سياسي ويتعلق بدولة فلسطينية. هذا جيد، ولكن السيء في تصريحاته أن إسرائيل تدخل في طور جديد من المعركة. إذن بقينا في نفس المشهد الذي يذبح فيه الإنسان الفلسطيني إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ولا يستطيع أحد أن يضمن ألا تنزلق الأمور إلى مزيد من التصعيد الذي يريده في الواقع هو نتنياهو. هل نستطيع أن نقول أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لبدء هذه المرحلة الثالثة من عدوانها على غزة من خلال زيارة بلينكين؟ يعني أعتقد نعم هي حصلت على ضوء أخضر لأخطر من المرحلة الثالثة، لكن نعم كثير من الأطراف ومن الإدارة الأمريكية تحدث عن المرحلة الثالثة، ولكن أنا قلت لك سيدتي أن المرحلة الثالثة الأولى أو الثانية كلها وإن اختلفت مسمياتها يتعلق بعدوان ما زال مستمر على الأطفال وعلى النساء، على غزة، على تاريخها، على كل شيء فيه. نعم سيد محمد، يعني بلينكين قال أنه سيضغط على إسرائيل من أجل حماية المدنيين، لكنه لم يتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار. يعني برأيك لماذا لا تريد واشنطن وضع أو تحديد سقف زمني ملزم لانتهاء هذه الحرب؟ لأن الإدارة الأمريكية نفسها أخذت قرار مع إسرائيل في غرفة الحرب منذ 7 أكتوبر بملاحقة حماس، ولم تستطع أن تميز منذ البداية أن ملاحقة حماس بهذا الشكل يعني ملاحقة كل الشعب الفلسطيني. هي هذه المشكلة التي وقعت فيها الإدارة الأمريكية نتيجة لنفاقها مع إسرائيل. مفهوم أنها متحالفة مع إسرائيل، ولكن حتى أن تتخلى إلى هذا الحد عن أن يكون لها موقف مستقل في هذا الصراع الخطير هي لم تستطع. هي عمليا تبنت بالكامل موقف حكومة نتنياهو الذي بدأ يورطها هي الآن معزولة عن العالم كأمم متحدة، ولاحظ التصويت للأمم المتحدة 152 دولة صوتت مع وقف إطلاق النار، وكانت أمريكا فقط مع 9 دول أخرى منها إسرائيل، وكذلك الرأي العام الأمريكي الذي يتحرك بكل قوة ضد بايدن وإدارته. سيد محمد، يعني هل الاستمرار في الأعمال الحربية ولكن بطرق وخطط مختلفة يحقق رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تقليص الكتلة النارية منعا من إحراجها؟ لا أعتقد ذلك بصراحة، لأن هذا الأمر كان يتحدث فيه منذ أسابيع، ولكن نتيجة على الأرض أن نتنياهو الذي يقلق كما قلت لك مصيره الشخصي واليمين الأيديولوجي وتفكيره الأيديولوجي الخطير يدفع إلى استمرار كل هذا العنف.
هذه نعم. الحرب يجب تماما أن تقف، لا خيار آخر، وإلا فإن أي مسمى كما قلت لك سيدتي مهما كانت المسميات هي نفس الحرب على كل قطاع غزة، ولو كان بوتيرة أخف، ولكنها وتيرة خطيرة تقتل الناس وتدمر وتزرع كراهية للأجيال القادمة ضد إسرائيل والإسرائيليين. يعني كان هناك تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي أكد فيها أن المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة هتشهد خفضا لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين. موقف الدولي من هذه التصريحات؟ الموقف الدولي يعني حسب الموقف الدولي متنوع. لا. دول الغرب ما زالت تأخذ موقف متعاطف مع إسرائيل، ولكن إسرائيل تستغل هذا التعاطف لملاحقة ليس حماس. لا. هذا مهم، إنما لملاحقة الشعب الفلسطيني نفسه. لذلك إسرائيل كما قلت لك إنه إذا أعلنت عن نوع المرحلة إلا إنه في الواقع هي تخوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله. طبعا هناك طرق أسباب لدى إسرائيل لتخفف من حدة التصعيد، ليس حبا بالفلسطينيين إنما أيضا الاقتصاد الإسرائيلي تزعزع، الزراعة الإسرائيلية تراجعت إلى حد بعيد، طبعا كان في هناك عمال فلسطينيين في داخل إسرائيل لم يعودوا يذهبوا، إذا هذا أيضا يشكل عامل ضغط على إسرائيل. صورة إسرائيل سقطت في كل العالم أمام الرأي العام العالمي على المستوى الشعبي. كل هذه عوامل تدفع إسرائيل لإطلاق مثل هذه الإعلانات التي لن تكون يعني ذات أهمية ومغزى، الذي سيكون ذو مغزى وأهمية هو فقط وقف هذا العدوان والاعتراف أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يقرر مصيره وأن ينتهي هذا الاحتلال. وهنا أقول أنه في بدأت أصوات في العالم تدرك هذه الحقيقة وتعمل على أساسها، والتحدي الكبير أمام الفلسطينيين وكل العرب بما فيهم مصر والأردن والسعودية وكل أشقاء العرب، كيف نخلق موجة عمل سياسي بعد هذه الحرب نحضر لها منذ الآن. هذه الموجة تؤدي في النهاية إلى إنهاء الاحتلال وإلى أن ينال شعبنا بعد كل هذه التضحيات العظيمة حقه في الحرية وإقامة الدولة خاصة به. نعم سيد محمد الحوراني القيادي في حركة فتح، شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.